محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى حضرات جميع أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. അടുത്തിരിക്ക് ആ പുറത്തുനിന്ന് വരുന്നവർ ഒന്ന് കയറിയിരിക്കട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അൽഹംദുലില്ലാഹ് റബ്ബിൽ ആലമീൻ, ഹംദൻ കസീറൻ തയ്യിബൻ മുബാറക്കൻ ഫീഹി അലാ കുല്ലി ഹാൽ. اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين، أهل بيته، أزواجه، وعترته، وأنصاره، وأتباعه، وإلى حضرات أهل جنة البقيع والمعلى والمصنفين الصالحين والأربعة المجتهدين، رضوان الله تعالى عن كل واحد منهم يا رب العالمين. اللهم صم إلى حضرة شيخنا وكتبنا ومربينا الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز، وإلى حضرة الشيخ أحمد الكبير الرفاعي قدس منهم، إلى حضرة شيخنا كتبنا مربينا السيد حسن الثقاف قدس الله، وإلى حضرات سيدنا وشيخنا وملاذنا الشيخ شريف المدن اللؤلؤي قدس الله، وأنصاره وأتباعه، رضوان الله تعالى عن كل واحد منهم يا رب العالمين. اللهم صم إلى حضرة شيخنا قطبنا مربينا الشيخ عبد الرحمن البخاري تاج العلماء قدس الله العزيز، وإلى حضرات جميع مشائخنا ومشائخ مشائخنا. اللهم صم إلى حضرات جميع المؤمنين والمؤمنات، زدهم فضلا على فضلهم لديك. اللهم احفظ علينا من فيولاتهم، اللهم سلك بنا مساليك كراماتهم، وامدنا بمددهم، وانصرنا بنصرهم، اللهم احمينا بحماياتهم يا خير الحافظين. اللهم بحقهم وبجاههم وبمددهم وبكشفهم وبكراماتهم وبنصرهم وبعزهم، اللهم يسر عسيرنا وسهل أمورنا، اللهم فرج همومنا واشف أمراضنا، اللهم اشف أمراض من عاننا، اللهم اشف أمراض من حضرنا في هذا المجلس، اللهم اشف أمراض من عانى في معائدنا وفي مجالسنا وفي مدارسنا، اللهم اشف أمراضنا يا شافي يا شافي يا شافي الأسقام، اللهم اشف، لا شفاء إلا شفاؤك لا يغادر سقما، اللهم بحقهم وبجاههم بارك لنا في تعلمنا وتعليمنا وتدريسنا، اللهم بارك لنا في خدمة أهل السنة والجماعة، اللهم بارك لنا في جمعنا هذا، اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا،
اللهم بارك لنا في أرضنا هذا، اللهم بارك لنا يا الله يا الله يا الله يا خير الفاتحين، اللهم بارك لنا، اللهم بارك لنا يا الله يا الله يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود، اللهم اغفر لنا ولهم واجمع بيننا وبينهم في دار جناتك النعيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين.